الاسماعيلي النهارده لعب مباراه وديه مع بلديه المحله في استاد اسماعيليه وتعادلوا 2-2. الاسماعيلي والبلديه النهارده تعادلوا 2-2 في مباراه وديه ما بين الاسماعيلي وبلديه المحله في استاد اسماعيليه. البلديه تقدم عن طريق حسام اشرف وبعدين تعادل الاسماعيلي هدف ذاتي كده احرزه مدافع البلديه في مرماه، وبعدين سمانه احرز الهدف الثاني للبلديه من ضربه جزاء، وبعدين الاسماعيلي تعادل بهدف لشبراوي. حتى الاسماعيلي النهارده بدا بتشكيل كده برضه عشان جمهور الاسماعيلي يعني يبقى عارف فرقته: احمد عادل عبد المنعم واياد العسقلاني ومحمد نصر ومحمد عمار واحمد محسن ومحمد حسن وعماد حمدي وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج وباسم مرسي. دي كانت تشكيله كابتن ايهاب جلال النهارده بالنسبه للنادي الاسماعيلي، ومباراه وديه ما بين الاسماعيلي وبلديه المحله بتنتهي بالتعادل الايجابي 2-2.